في طريق البحث عن مأوى جديد يعبرون السكك المؤدية للنزوح، تلك المليئة بالمخاطر والمخاطرة معا، يعبرونها بأعداد كبيرة هربا من المعارك. وصلت لحدود 35,000 أسرة نازحة من محافظة الحديدة، كما ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن. 20,000 أسرة منها فقط تلقت مساعدات إنسانية من المنظمات الدولية. الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق نزوح أكثر من 17,000 أسرة من محافظة الحديدة، أي ما يعادل أكثر من 121,000 شخص منذ مطلع يونيو الماضي لغاية مطلع الشهر الجاري، وهذا يدل على ارتفاع كبير في عدد النازحين، هذا لمن استطاع النزوح. لكن أسرا عديدة غير قادرة على ذلك لوضعها المعيشي المتردي، فالنزوح يتطلب تكاليف مالية للانتقال وتسديد إيجار مسكن بديل، بالإضافة إلى تكاليف المعيشة في مناطق النزوح. لذا فالبعض يفضل البقاء وعدم الهرب، فيما يبقى الانتظار لنهاية محتومة للمعارك هو الأمل الوحيد لمواطني الحديدة لإنقاذهم من معاناة النزوح أو الموت فيها.